2012 لغاية دلوقتي اللجنة ما فتحتش، وواضح جدا ان في نقص في الموظفين، لازم يعترفوا بهذا، وما نشوف نهايتها ايه مع الاستفتاء ده. اي حد صغير واقف في الطابور الثاني لا يقف في الطابور الطبيعي بتاع الناس. الطابور ده هو الاصل، الطابور اللي هنا ده عشان صغار السن بس. حضرتك ادينا اللجنه بتاعتنا في نهضه مصر في الحي المتميز 6 اكتوبر، وقفنا من 8 ل 9 وربع، واللجنه ما كانتش فتحت لسه، وكان الرد ان لسه جوه بيفطروا، وبعد شويه لسه مستنيين واحده عشان لا تكشف على شخصيه المنقبات، وبعد شويه في موظفين ناقصين وكذا حاجه. بعدين رحنا 4 مع بعض في اسم السابع عشان خاطر نعمل محضر، ورحنا لنايب المأمور، وكان كلامنا واضح ان احنا عايزين نعمل محضر. قال لنا طب اوكي طلعوا للمأمور، طلعنا للمأمور وطلبنا واضح برضو ان احنا عايزين نعمل محضر، قال طب اوكي انزلوا واعملوا المحاضر. وفعلا ابتدوا، طبعا مش عايزين نبقى بنظلم حد، بس كانوا بطعة جدا وهم بيعملوا المحضر. وبعد كده بعد ما كتب 3 محاضر ندهونا في اوضه نائب المأمور، وعلينا هو جاله امر انه ما فيش محاضر بتتعمل اي حاجه تبع الانتخابات، لو في حاجه نكتب شكوى ونروح نقابل رئيس لجنه الانتخابات في نادي 6 اكتوبر ونعرض شكاوينا عليه. 9 وربع مش منين اهو، رحنا عشان نعمل محضر، استقبلونا كويس ما فيش مشكله، لكن للاسف الشديد قعدوا يمطلونا من المأمور نائب المأمور للموظفين اللي جوه. صراحة الموظف الصغير اللي كان بيعمل محضر ابتدى فعلا يعمل المحضر، وبعد كده قال لنا لا ده جاب لنا نائب المأمور، جالنا نائب المأمور وقال لنا لا جالنا أمر شفوي إن ما يتعملش محضر وما يتسجلش هنا، هو محاضر خالص للشكاوى للناس، وعايزين تشتكوا تعملوا شكوى جماعية وتودوها للجنة الاستفتاء موجود الرئيس بتاعها في النادي بتاع 6 اكتوبر. طب اسمه ايه الرئيس اللجنة ده؟ هو مش عايز يقول، مش حدش عايز يقول اسمه. فاحنا صراحة اخدنا بعدين ورجعنا هنا، هو قلنا نيجي نستفتي ونشوف المهزلة اللي احنا فيها ديت هتوصل لغاية فين. اما دخلنا له المكتب احنا الاربعه بقول له يعني المفروض احنا جايين نحتمي فيك، طبعا بيتكلم بصوت عالي وقله ادب، ضابط بقله ادب، مفيش فايده فيهم ومفيش فايده ان احنا لازم ناخد بالجزمه فعلا. وبقول له اتقي ربنا، زعلان قوي عشان انا بقول له اتقي ربنا، بقول له اتقي ربنا في بلدك، اتقي ربنا في ولادك، اتقي ربنا فينا. اما انا الضابط هو ما الاسم مين اللي اروح له؟ اروح لمين يعني؟ مش المفروض اروح للاسم؟ فطبعا للاسف الشديد هي دي مصر. عشان الحاجة ما تتفرقش.